مدينة آسفي مدينة كنعشقها بزاف، وزدت عشقتها بالجمهور ديالها، بالناس اللي كيحبوا روح المساعدة والتعامل والتعاون. حبيت هادشي بزاف، عشقته. وعندي واحد السر، أنا حتى أنا تزدت في آسفي، أنا غير تزدت فيه ما كبرتش فيه، دونك معرفتش، حسيت بواحد الحنين وواحد الرابط بيني وبينهم، الشيء اللي خلاني اللي عطاني القوة بأنني ندير هذا العمل المسرحي. بالنسبة للتقييم ديالي لهذا العمل، فأنا ما نقدرش نحكم عليه لأنني أنا عضوة فيه. كيبقى الرأي كيبقى للجمهور أو للمتفرج، هو اللي غادي يقدر يقول الرأي ديالو في هذا الشيء. أنا كيبقى مجهود بذلناه، فكان نعتز به وكنفتخر به. الفكرة جاتني مني كنت صغيرة، كنت ديما كنحلم بأنني شي نهار نمثل قدام ماما ولا معاها، فطورت عندي هذه الفكرة هذه، ومشيت درست المسرح وخديت تجربة كبيرة في المسرح، ودرت حتى مسرح الشارع. فاستحوذتني هذه الفكرة هذه، وقلت والو، غادي ندير واحد العمل اللي غيكون مشترك بيني وبينها باش نخدم معاها ونوقف قدامها. مني كتوقف قدام فنان كبير بالحجم ديال فاطمة والشاي ولا ماما، نقول ماما، فأكيد غادي تشدك الخلع. الأب ديالي، لأن كيبقى يعطيني بزاف ديال الملاحظات، كيقول لي مثلا كنجي كنتشاور معاه نقول ليه عندي هذا الدور هذا كيفاش نقدر نلعبو، كيعطيني بزاف ديال الاختيارات اللي نقدر نلعب بهم، يعني ما كيعطينيش غير اختيار واحد، وكيكون هو الكوتش ديالي، الا غلطت كيوريني كيصحح ليا.